سندفن شهدائنا هذا المساء برفح، بغزة، بكل فلسطين، وأن الجزائر ستعود غداً باسم الأمة العربية وباسم الأمة الإسلامية وباسم أحرار العالم. ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته. فاسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتائج قراراتكم وكيف سيحكم عليكم التاريخ. هون عمار هون لا تفضل انا جنبي 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 في ظهره وين الرئيس